واخيرا يعني وصلنا الى محطه التصويت على نصين تنظيميين هامين جاء بهما دستور 2011 ويعتبر من النصوص التي لها اهميه بالغه علاقه باللغه الامازيغيه وبتثبيتها كلغه رسميه لدى البلد. اليوم هنيئا لنا باننا صوتنا بالاجماع على تثبيت واعتماد حرف تيفيناغ الذي يعتبر حرفا أساسية لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية معتمد منذ سنوات. اليوم بعد الخلاف الذي راجع حوله وبعد تناقضات والتقاطبات السياسية ها هو البرلمان، ها هي لجنة التعليم والثقافة والاتصال تقوم بدورها من أجل إنصاف مكونات الحركة الأمازيغية ببلادنا، من أجل إنصاف الهوية المغربية وتثبيتها وجعل الرصيد اللغوي الغني ببلادنا على أكبر المستويات بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة، إنصافا أيضا للتاريخ، للنضال المشترك، إنصافا أيضا للغنى والتنوع الثقافي الذي تحظى به بلادنا. هذا اليوم سيكون يوما مفصليا للتصويت على النصين بكاملهما. اليوم تعديلات تقدم من لدني فرق الأغلبية والمجموعة النيابية وأيضا فريقي المعارضة بمجلس النواب، وسيتم التصويت على كل المواد والتعديلات بحضور السيد وزير القطاع المعني. نتمنى أن يكون هناك إجماع الذي طالبنا به والتمسناه منذ مدة حول النصين، لكن يبدو بأنه لا بد أن يكون هناك نوع من الاختلاف الجزئي الطفيف سيحال بشأنه عدد من النقاط إلى الجلسة العامة للتصويت عليها أيضاً.